أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عاقل الصالح حالة التعبئة والنفير العام على كامل ليبيا ردا على التهديدات التركية. وقال صالح إنه لن يكون هناك حل سياسي ودستوري في البلاد قبل طرد الميليشيات الإرهابية من العاصمة طرابلس. وشدد عاقل على أن الجيش الوطني الليبي هو صمام أمان الوطن ووحدته، وهو المسؤول أيضا عن حماية الدستور والدولة من التدمير وإسقاط المؤسسات الشرعية وحماية حقوق وحرية المواطنين والثروة الليبية المتمثلة في النفط.